بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالطبع النهاردة هيكون عندنا تفاصيل كتيرة متعلقة باستعدادات الأهلي لمباراة مودرن سبورت. المباراة بإذن الله هتقام يوم الثلاثاء، ومباراة هامة جدا في إطار المنافسة على بطولة الدوري العام. خلاص الفريق أغلق صفحة مباراة بيراميدز بكل إيجابياتها وسلبياتها، والفترة القادمة عندنا تركيز شديد جدا على مباريات حاسمة في مشوار الفريق في إطار المنافسة على لقب الدوري، ومنافسة قوية مع بيراميدز اللي بالتأكيد بيحاول قدر الإمكان يقرب شوية من فكرة أنه هو يكون متواجد في المنافسة حتى الأسابيع الأخيرة. النهاردة الفريق أجازة وراحة سلبية بقرار من مارسيل كولر، ولكن على قدر الإمكان هنحاول نقربكم شوية من الصورة. بكرة مع استئناف التدريبات والدخول في معسكر مغلق، كيف يفكر كولر في هذا اللقاء؟ أبرز اللاعبين العائدين، هل هناك فرصة لإراحة لاعبين آخرين؟ كل التفاصيل دي بالتأكيد هنتكلم عليها، ونحاول نطمنكم أكتر على موقف عمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد وأيضا بيرسيتاو. كمان النهاردة عندنا تفاصيل متعلقة بالسوبر الإفريقي، الأهلي والزمالك خلاص بعد تحديد الموعد قبل أول أمس إن المباراة هتتلعب يوم 27/9 في الرياض. أكيد إحنا هنا في برنامج الترند هيكون عندنا متابعة يومية لآخر الأخبار والمستجدات بشأن هذا اللقاء. أي نعم لسه ما يقرب من حوالي شهرين على موعد هذا اللقاء، ولكن الزيارات الميدانية من الاتحاد الإفريقي إلى المملكة العربية السعودية هتبدأ خلاص خلال أيام. تفاصيل متعلقة بسفر الجماهير، المباراة هتتلعب فين، أي ملعب هيستضيف اللقاء في الرياض، كل التفاصيل دي النهاردة هنتكلم فيها في برنامج الترند. كمان يمكن ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية النهاردة كان وجه تهنئة للكابتن محمود الخطيب بمناسبة تأهل الأهلي إلى مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجه له الدعوة لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية. تفاصيل أكتر حول هذا الموضوع، حلقة هيكون فيها تفاصيل كتيرة وكواليس مهمة جدا، ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة بما أننا خلاص على مشارف متابعة اليورو وفاينل اليورو النهاردة ما بين أسبانيا وإنجلترا، ففرصة نسأل حضراتكم من وجهة نظركم مين الفريق الأقرب للتتويج ببطولة أمم أوروبا، بطولة اليورو، هل إسبانيا أم إنجلترا؟ تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم، هل المنتخب الأسباني الماتادور الأسباني أم المنتخب الإنجليزي اللي صنعوا وابتكروا الكورة في العالم، هل ممكن يكون عندهم فرصة للفوز باليورو النهاردة؟ ده بالتأكيد هنتابعه من خلال توقعاتكم، وهننتظر بالتأكيد متابعة هذا اللقاء مساء اليوم. لكن نروح دلوقتي لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، كولر يمنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم. وفي الترند المحلي، المنتخب الأولمبي يواجه أوكرانيا وديا. وأخيرا الاتحاد المصري يعلن ترتيب قادة المنتخب في الأولمبياد. النهاردة مجموعة من المباريات، ولكن الشأن المحلي بخلاف الشأن الأوروبي وشأن كوبا أمريكا والمراحل النهائية. النهاردة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة أولى المباريات الودية في مدينة بوردو لمنتخبنا الأولمبي مع منتخب أوكرانيا. المباراة هتتلعب الساعة 7 من مساء اليوم. نروح لنهائي اليورو، والنهاردة أسبانيا على موعد مع مواجهة قوية جدا مع منتخب إنجلترا. كلنا عارفين طبعا أن إنجلترا لم يسبق لها الفوز باليورو، وأسبانيا حققت اليورو قبل كده 3 مرات، وممكن النهاردة تعمل رقم قياسي تتخطى في ألمانيا وإيطاليا وتكون أكتر منتخب فائز ببطولة اليورو. نروح أيضا لكوبا أمريكا، وفي الساعة 3 من صباح غد الاثنين فجر يوم الاثنين الساعة 3 هتتلعب مباراة ما بين الأرجنتين وكولومبيا، مباراة صعبة وقوية جدا، والنهاردة ليونيل ميسي قد يكون على أعتاب رقم قياسي جديد، وقد تكون أفضل ختام كمان لدي ماريا نجم منتخب التانجو الأرجنتين. دي أبرز مباريات اليوم، وبالطبع سهرة هتكون ممتعة، الساعة 10 أسبانيا إنجلترا، بعدها بحوالي 5 ساعات الأرجنتين مع كولومبيا في كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية. دي كانت أبرز المباريات، ولكن أبرز الأخبار والكواليس والتفاصيل نستعرضها، ولكن بعد الفاصل. طيب النهاردة الفريق زي ما قلت لحضراتكم هيكون أجازة وراحة سلبية لمدة 24 ساعة نتيجة ضغط المباريات وتوالي المباريات. كل 72 ساعة الأهلي بياخد مباريات قوية جدا
وصعبه جدا، ولسه باقي حوالي 10 مباريات على ختام الدوري العام. مرحله صعبه جدا، ويمكن كولر كان اتكلم على الجزئيه دي، قال لك دوري لعبت فيه حوالي اكتر من 15 مباراه في فتره تقترب من حوالي 8 شهور او 6 شهور، وباقي مباريات المسابقه اللي بتقترب من حوالي من 20 مباراه هلعبها في شهرين. فطبعا يعني مرحله صعبه جدا، واعداد بدني وفني يعني يستحيل ان اي جهاز فني يقدر يشتغل بالشكل ده والمعدل ده. ولكن حتى الان الامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا. الاهلي في المركز الثاني ب 60 نقطه، بيراميدز في الصداره في المركز الاول ب 68 نقطه، 8 نقاط ولكن للاهلي 4 مباريات مؤجله. فدلوقتي بعد ما كان الفارق لو الاهلي كسب المؤجلات نقطه، دلوقتي الفارق في صالح الاهلي لو كسب مؤجلاته 4 نقاط، ولسه في مباراه مع بيراميدز يوم 22/7. المباراه دي نقدر نقول تقدر تحسم شكل المنافسه لو الاهلي باذن الله اذا ربنا وفقنا وكسبنا ويزيد الفارق لسبع نقاط بنسبه تقترب من 60-70% على شكل المنافسه على الدوري. 7 نقاط دي يعني ساعتها بيراميدز هيكون بقيله على نهايه المسابقه حوالي 4-5 مباريات. 7 نقاط دي يعني بنتكلم في 3 مباريات، يعني بيراميدز لو تعادل مباراه ولا 2 نقدر نقول مش هنستنى الاهلي يخلص مبارياته، ممكن الدوري نفسه يخلص قبل ما نوصل للمراحل الاخيره في منتصف اغسطس او حتى اخر اغسطس اذا تم تأجيل مباريات بيراميدز. يمكن الجزئية دي إدارة المسابقات في الرابطة مش عايزة تاخد فيها قرار لغاية لما تشوف مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 22/7، لأن بناء على نتيجة لقاء يوم 22/7 هتاخد قرار بتأجيل آخر مباراتين لبيراميدز فيما بعد، لأن الأمر هيكون مرتبط بمباريات الأهلي أيضا لو المنافسة فضلت مستمرة لغاية نهاية الدوري في 16/8. عموما مش هنسبق الأحداث، لسه في كلام كتير ولسه في تفاصيل جايه هنشوفها في الفتره المقبله. ولكن دلوقتي احنا كل كلامنا هيكون على مباراه مودرن سبورت. مودرن سبورت على فكره لما تبص كده على جدول الدوري لعب 29 مباراه، كسب 12، اتعادل 11، خسر 6. يعني احنا بنتكلم ان مودرن سبورت خسر عدد مباريات اقل من الزمالك. الزمالك بتاريخه الكبير خسر 7، مودرن سبورت خسر 6. فماتش هيبقى صعب جدا. المصري اللي في المركز الاعلى من مودرن سبورت خسر 8، فبالتالي فريق مش من السهل انك تكسبه. دي ارقام تدينا مؤشر ان ماتش الاهلي مع مودرن سبورت يوم الثلاثاء اللي جاي ماتش مش سهل. فريق كسب 12 مباراه، خسر 6 مباريات، اتعادل 11 لقاء، عنده معدل تعادلات كتير. لما تبص على رصيد الاهداف فريق جايب 31 هدف، دخل مرماه 21 هدف، يعني اقوى خط دفاع من الزمالك. ولما تبص على عدد الاهداف اللي دخلت مرماه تقدر تقول زيه زي بيراميدز. بيراميدز دخل في مرماه لغايه دلوقتي 20 هدف. مودرن سبورت دخل مرماه 21 هدف. فانا برضو عايز اوصل لحضراتكم الارقام دي تقول ان الماتش اللي جاي يوم الثلاث ماتش صعب جدا، لا يقل اهميه وصعوبه عن مباراه بيراميدز. فريق خسر عدد مباريات قليل جدا، نسب التعادل عنده كتيره، فبالتالي نسب ان ممكن تفقد نقاط في هذا اللقاء وارده، فعشان كده لازم تركز في الماتش. فريق خط دفاعه قوي، دخل مرمى 21 هدف. بيراميدز اللي بينافس الاهلي دخل مرمى 20 هدف. الزمالك اللي اسم الكبير في الدوري والمنافس التقليدي للاهلي لما تبص على عدد الاهداف دخلت مرمى 26 هدف. فدي كلها ارقام تديك دلاله ان ماتش مودرن سبورت ماتش صعب. مودرن سبورت على فكره من 29 مباراه 47 نقطه في المركز الرابع. فاحنا بنتكلم على مباراه مع فرق المقدمه وفرق المربع الذهبي. فده بالنسبه لمباراه مودرن سبورت مع الاهلي. طيب حالة الفريق واللاعبين، مين اللعيبة اللي كانت غايبة ممكن تكون موجودة مع الأهلي في مباراة مودرن سبورت؟ حتى الآن موقف السولية هيكون صعب جدا، مش في الماتش ده بس، لا ده ماتش مودرن وماتش بيراميدز وحتى ماتش الألمونيوم ولغاية نهاية الشهر، لأن الإصابة اللي تعرض لها عمرو السولية في التدريب ليلة المباراة بتاعت بيراميدز، يعني الأشعة بتقول إن السولية على الأقل بنتكلم في 3 أسابيع، ففترة طويلة جدا. يعني إحنا بنتكلم ممكن بنسبة كبيرة لو الأهلي حسم الدوري مبكرا في اول 8 يبقى خلاص الموسم انتهى بالنسبه للسولية، يخش بقى فرحه سلبيه وبرنامج تاهيلي ويستعد للموسم الجديد. حسين الشحات عنده انذارين. طبعا الانذار اللي خده في ماتش بيراميدز ده كان انذار مجاني، لغايه اللحظه دي احنا مش عارفين الطاقم الاسباني ادى حسين الشحات انذار على ايه بصراحه، رغم ان قبلها كريم حافظ دخل على حسين الشحات بالستارز في راسه كان فيها كارت احمر على طول، يبقى فيها طرد لكريم حافظ، ولكن بعدها فاول اقل كتير جدا مش عاقد مقارنه بين اللعبه اللي كانت مع حسين واللعبه اللي اتحسبت ضد حسين. فرق شاسع، ومع ذلك الحكم الاسباني عنده خلل في احتساب الاخطاء والمعايير في احتساب الانذارات والكروت الحمراء، ادى انذار لحسين، فحسين بقى عنده انذار تاني. هل ممكن كولر
يدفع بحسين في مباراه مودرن سبورت ولا يحتفظ بيه عشان ماتش بيراميدز؟ حسين السنه دي على فكره انا بقول لكم واحنا لسه في نهايه الدوري وباقي 10 اسابيع افضل لعيب في الاهلي السنه دي على فكره، دفاعيا وهجوميا. ويمكن لو بصيتوا على التشكيله الاساسيه اللعيب اللي اساسي ما بيغيرش الا في دقائق قليله وما بيطلعش من القايمه الا قليل جدا هو حسين الشحات، اكتر عنصر اساسي موجود مع الفريق في الموسم الحالي من اوله لغايه نهايته لغايه دلوقتي. عناصر كتيره ومراكز كتيره حصل فيها روتيشن وتغييرات عديده، ولكن يبقى حسين الشحات هو اللعيب المحوري الاساسي في عقل وفي تفكير وفي استراتيجيه اداء كولر مع الاهلي في الموسم الحالي. فهيبقى سؤال مطروح لغايه ما نشوف قائمه بكره بعد المران الاخير والاساسي في ملعب التتش، هل حسين ممكن يدخره كولر ويريحه في مباراه مودرن سبورت ولا ممكن يدفع بيه لانه عنصر مهم وبالتالي حسين يكون حريص جدا ما ياخدش انذار عشان ما يغيبش عن مباراه بيراميدز؟ طبعا ماتش بيراميدز فيه اثنين لعيبه لو كانوا خدوا انذارات ما كانوش هيلعبوا مباراه الاهلي. لا الشيبي لما عمل فاول مع طاهر محمد طاهر ده التيشيرت طاهر خرج من اطاره الطبيعي يعني، فكان المفروض الشيبي ياخد انذاره وبالتالي يغيب عن مباراه الاهلي اللي جايه. نفس الامر بالنسبه لفيستون مايلي لاعب الكونغو الديمقراطيه لما دهس على رجل عبد المنعم كان فيها انذار وبالتالي برضه كان ممكن يغيب عن مباراه الاهلي. عشان كده قلت لكم امبارح والنهارده حكام الاسبان بصراحه يعني كانوا جايين في اتجاه طرف واحد، لكن الحمد لله قدر الاهلي يكسب مباراه بيراميدز. وبالتالي السوليه موقفه هيبقى صعب، حسين الشحات هنعرف بكره من خلال القايمه بعد الموران الرئيسي، وكهربا وبيرسي تاو نتمنى وعمر كمال عبد الواحد بنسبه كبيره هيكونوا موجودين في المران الجماعي بكره، ولكن اختيارهم للقايمه ده هيتوقف على الحاله الفنيه او الحاله البدنيه ليهم، امكانيه لحقهم بمباراه مودرن سبورت. تاو بيتمرن بقاله اكتر من تدريبتين ثلاثه ممكن يتواجد، كهربا ما فيش ما يمنع من التواجد في القايمه على المستوى الفني يعني او البدني، عمر كمال كانت نازله معويه خرج من قايمه مباراه بيراميدز صباح اليوم صباح المباراه قصدي، ولكن هنشوف حالته البدنيه تسمح انه يخش القايمه ولا لا. دي العناصر اللي ممكن تقعد تتناقش فيها وتتكلم عليها وتسال فيها كناحيه خبريه وانت داخل على مباراه هامه جدا امام مودرن سبورت. انا بقول لكم المباراه دي صعوبتها لا تقل عن صعوبه مباراه بيراميدز وتكاد تكون اصعب. ليه؟ لان مودرن سبورت بيقود فنيا مدرب محنك عنده خبرات كبيره جدا، كابتن طلعت يوسف من المدربين اللي لازم تعمل لهم الف حساب، بيعرف يحط فرقته في الملعب، بيقف قدام الكره كويس جدا، بينزل تحت الكره بشكل كويس جدا، بيعرف يعمل الكونتر اتاك بشكل متميز، مدرب عنده فلسفه تكتيكيه على اعلى مستوى. فنتمنى باذن الله يكون الاهلي موفق في خوض هذا اللقاء ويتخطى مواجهه مودرن، وثلاث نقاط مهمه جدا عشان تبقى وسيله ضغط قويه على بيراميدز قبل ما تلعب معاه يوم الاثنين اللي جاي. طبعا في مباراه ما بينهم، هنلعب مودرن سبورت بعد كده الالومنيوم في الكاس، بعد كده هنروح نلعب بيراميدز يوم الاثنين الجاي في استاد 30 يونيو في الدفاع الجوي. ده جانب متعلق بالفريق واستعداداته في الفتره اللي جايه، والنهارده راحه سلبيه. نروح للجانب الثاني وهو جانب مشرق، جانب ايجابي، عمل رد فعل ايجابي جدا على السوشيال ميديا، وده ان دل على شيء بيدل ان النادي الاهلي قيمته ومكانته العربيه والافريقيه والدوليه كبيره جدا. لما ناصر الخليفي رئيس رابطه الانديه الاوروبيه يرسل برقيه تهنئه للنادي الاهلي مهنئا مجلس اداره النادي الاهلي بالتاهل الى مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه صيف 2025، ده ان دل على شيء بيدل مكانه الاهلي الكبيره في الاوساط الاوروبيه وفي الاوساط القرويه. مع هذه التهنئه الكابتن محمود الخطيب تلقى دعوه من ناصر الخليفي رئيس رابطه الانديه الاوروبيه لحضور فعاليات الجمعيه العموميه 31 للرابطه، واللي هيكون معادة في الفتره من 8 الى 10 اكتوبر، من 8 اكتوبر ل 10 اكتوبر في اليونان. اجتماع رابطه الانديه الاوروبيه المقبل هيكون في اثينا باليونان. طبعا الاجتماع الاخير ليهم حاليا في الايام دي كان في المانيا على هامش بطوله اليورو، ولكن الاجتماع المقبل هيكون بعد 3 شهور في اليونان باذن الله. وطبعا شايفين بقى في الدعوه اللي قدامكم على الشاشه واللي نشرتها بالامس الصفحه الرسميه للنادي الاهلي. عزيزي كابتن محمود الخطيب، اردت ان اتقدم بتهانينا القلبيه للنادي الاهلي على انجازكم الرائع بالتاهل لكاس العالم للانديه. هذا الانجاز المتميز هو شهاده على العمل الجاد والتفاني لجميع العاملين بالنادي الاهلي. وكلم بقى على حضور اجتماع رابطه الانديه الاوروبيه اللي هيكون في شهر اكتوبر اللي جاي. فده شيء ايجابي جدا، عمل يعني رد فعل ايجابي امبارح على السوشيال ميديا ما بين كل الجماهير. بالمناسبه واحنا بنتكلم على رابطه الانديه الاوروبيه، في الحلقات اللي جايه عندي اخبار جديده بشان رابطه الانديه الافريقيه.
الناس كانت نسيت شويه ان كانت تم تشكيل رابطه انديه افريقيه، ورئيس هذه الرابطه حاليا من تنزانيا رئيس نادي يانج افريكانز، وفي كونجرس لهذه الرابطه مقبل بشان لائحه النظام الاساسي. يمكن تواصلت مع مسؤولين في الاتحاد الافريقي وفي الرابطه بشكل مباشر عشان نشوف الرابطه دي ايه الجديد، ايه الفعاليات اللي عندها. ويمكن اللي فكرني بيها الدعوه الكريمه اللي ارسلها بالامس ناصر الخليفي لنادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب بدعوه الرابطه الانديه الاوروبيه للكابتن محمود الخطيب عشان يحضر الاجتماع. فعلى هذا الاساس سالت اشوف رابطه الانديه الافريقيه في الحلقات اللي جايه. اوعدكم هيكون عندي جديد وعندي تفاصيل جديده في مساله المقر، هل هيستمر في كينيا ولا ممكن يتنقل مكان تاني، اقرب اجتماع ممكن يكون فين، هل جوهانسبرغ هتستضيف الاجتماع الجاي ولا لا، هل النادي الاهلي هيكون ليه دور فعال في الفتره اللي جايه بحضور هذه الاجتماعات، تعديل لائحه النظام الاساسي. كل التفاصيل دي بالتاكيد لما سالت المسؤولين في الكاف وكنت على تواصل مع الامين العام للاتحاد الافريقي هيكون في تفاصيل جديده هننفرد بيها هنا في برنامج الترند. طيب نروح لشان ثالث وهو متعلق بالسوبر الافريقي. طيب السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك، واحنا بنتكلم على الاهلي والزمالك خلاص يوم 27/9 في الرياض. لازم نتابع ولازم نشوف في الخبر اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في اليومين اللي فاتوا، هل في مستجدات، هل في جديد؟ النهارده جاي ومعايا معلومتين مهمين جدا. اول معلومه متعلقه بالملعب. الناس بتتكلم علينا المباراه في الرياض وتم الاعلان رسمي خلاص في الشراكه اللي تم الاعلان عنها من قبل الاتحاد الافريقي وهيئه الترفيه في السعوديه ان المباراه هتكون في الرياض، بس فين في الرياض؟ برضو بسال، عايز اعرف، ننفرد بخبر جديد بمعلومه جديده. احنا عندنا في كينج ارينا في الرياض، في الاول بارك في ارينا في الرياض، في كذا ملعب، في ملاعب بمساحه صغيره وفي ملاعب بمساحات كبيره. فايه الاختيار؟ الملعب فين؟ هيكون ايه؟ الاسبوع اللي جاي، وده خبر جديد لحضراتكم، الاسبوع اللي جاي في زياره من وفد رسمي للاتحاد الافريقي هيزور الرياض عشان يتم تحديد الملعب المستضيف لمباراه القمه الافريقيه العربيه الكبرى ما بين الاهلي والزمالك. الاسبوع اللي جاي في زياره من وفد رفيع المستوى من الاتحاد الافريقي بيشمل العديد من الادارات التنفيذيه لزياره عده ملاعب في مدينه الرياض لاختيار احدهم لاستضافة اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك. إذن الأسبوع المقبل هيكون في زيارة رسمية لتحديد الملعب. أول ما يتم تحديد الملعب هننفرد لحضراتكم بالملعب المستضيف للقاء وكمان توقيت المباراة اللي غالبا حسب ما وصل لي برضه هيكون يا إما الساعة 8 الساعة 9 بتوقيت القاهرة لاستضافة هذا اللقاء الكبير. طبعا هيكون في حضور رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، حضور كبار الشخصيات يعني سفراء الكرة العربية والإفريقية والآسيوية هيكونوا حاضرين هذا اللقاء. في فعاليات هيبقى فيها مفاجآت الفترة اللي جاية. طيب الجماهير، أنا امبارح اتكلمت وقلت لحضراتكم معلومة هامة جدا بشأن الحضور الجماهيري، وقلت لكم مفيش حاجة اسمها نسبة 90% و10% وفكرة الحضور الجماهيري أصل أنا بطل دوري الأبطال. قلت لكم لائحة كأس السوبر ما فيهاش الكلام ده، نسب الحضور الجماهيري بتتحدد بس في فكرة دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه لما بيكون في مباراه على ارضي، ولكن في السوبر الافريقي مفيش نسبه واضحه للجماهير. ومعلوماتي ان هيكون توزيع التذاكر بالتساوي ما بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك من خلال الشركات المسؤوله عن حجز التذاكر في المملكه العربيه السعوديه. ولكن لو في جماهير عايزه تسافر تحضر المباراه، جماهير عايزه تسافر من مصر، جماهير عايزه تسافر من قطر، من الامارات، من المانيا، من سويسرا، من الولايات المتحده الامريكيه، هل هيكون في تسهيلات؟ هل التذكره هتكون بمثابه التاشيره اللي تسمح للجماهير ان هي تسافر تحضر الماتش في الرياض؟ حاليا الاتحاد الافريقي بيعكف على الاتصال مع الجانب السعودي بحيث ان يكون في ترتيبات خاصه بشان تسهيل سفر الجماهير، تسهيلات لسفر الجماهير من كل ارجاء العالم الى الرياض عشان تشجيع الفريق، يعني طبعا سواء جماهير الاهلي او جماهير الزمالك، احنا بنتكلم على الاهلي تحديدا. فهيبقى في تسهيلات ان شاء الله عشان جمهور الاهلي يحضر هذا اللقاء، هل من خلال بقى التذكره، فكره الفان اي دي لما بيكون في بطولات كبرى بتحجز الفان اي دي فبيكون ده بمثابه التاشيره ليك لدخول المملكه العربيه السعوديه، ده اللي هيتم الاعلان عنه الفتره اللي جايه. ولكن برضو حاليا في اجتماعات وتنسيق على اعلى مستوى بحيث ان الحضور الجماهيري لو حجزت التذكره ممكن يكون في فرصه ان انت تحضر فعاليات هذا اللقاء، ممكن مع هذا اللقاء تكون في فعاليات اخرى، ده وارد جدا لان اكيد هيئه الترفيه مع الاتحاد الافريقي بيحضروا لتفاصيل كتير عشان المباراه دي تبقى تنظيميا وفنيا وجماهيريا وماليا وتسويق وتصوير وقطاع كل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها تبقى على اعلى مستوى. ففي مفاجآت كتيره جايه، ولكن النهارده قدرت كده
اوصل بيه لحضراتكم حضور الجماهير هيبقى ازاي، السفر ممكن يتم ازاي، مساله التاشيرات والتسهيلات ده بيفكروا فيه عشان يكون في اليه لده، وفي نفس الوقت مساله الملعب هيتم تحديده امتى. الزياره اللي عرفتها النهارده هتكون الاسبوع اللي جاي من خلال سامسون ادام ومدير المسابقات عشان يقدروا يشوفوا الملاعب سواء كينج ارين او الاول بارك او اي ملعب ممكن موجود في الرياض عشان يستضيف هذا اللقاء الكبير. ده خبر جديد، معلومه جديده، وكل يوم هيكون حاجه جديده متعلقه بالسوبر الافريقي لغايه لما نوصل لميعاد اللقاء يوم 27/9. دي بعض التفاصيل المهمه اللي كانت مهم جدا ابدا بيها النهارده بشان مباراه الاهلي ومودرن سبورت، وكمان زياره الكابتن محمود الخطيب لرابطه الانديه الاوروبيه وتهنئه الرابطه للاهلي بالتاهل لمونديال الانديه، وكمان الكلام على السوبر الافريقي. لسه عندي تفاصيل كتير، لسه عندي موضوعات مهمه، ولكن اخرج الى فاصل ثم نواصل. طيب، في اطار الاخبار الحصريه والانفرادات اللي بننفرد بها هنا في برنامج الترند، ويمكن كنت بتابع معاكم وبكلمكم على السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك في المملكه العربيه السعوديه. سوبر اخر ولكن سوبر مصري. باذن الله ان شاء الله يمكن خلال ساعات سيتم الاعلان والتحديد بشكل رسمي عن اقامه كاس السوبر المصري في الامارات العربيه المتحده خلال الفتره من 1 الى 7 اكتوبر. ده كلام يمكن في الاجتماعات وفي الغرف المغلقه تم الاتفاق عليه بشكل رسمي ما بين الجانب المصري مع الجانب الاماراتي، ويمكن ده خبر بنعلنه من خلال شاشه قناه الاهلي عبر برنامج الترند، ان خلال الساعات وفي خلال الايام المقبله سيتم الاعلان عن اقامه مباريات كاس السوبر المصري في الامارات العربيه المتحده خلال الفتره من 1 حتى 7 اكتوبر. الناس كلها بتسال يعني هنلعب السوبر مع الزمالك يوم 27/9 صحيح في الرياض، والأهلي هيطير من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة عشان يخوض مباريات السوبر المصري. طبعا بنسبة كبيرة إن شاء الله الأهلي هيكون طرف أصيل في هذه البطولة. لما نتكلم على السوبر المصري في الإمارات بمشاركة أربع فرق، وهي البطولة اللي تم تسميتها في المسمى الجديد سوبر المصري للأندية الأبطال بمشاركة أربع فرق: بطل كأس الرابطة، بطل كأس مصر، وبطل ووصيف الدوري العام. فبنسبة كبيرة إن شاء الله النادي الأهلي هيكون ممثل في هذه البطولة، وهذه البطولة ستنطلق بعد مباريات كأس السوبر الإفريقي اللي هيتلعب في المملكة العربية السعودية يوم 27/9. ده خبر خاص وانفراد لحضراتكم هنا من برنامج الترند لسه واصل لي حالا، وتم التأكيد من خلال هذه المواعيد أن السوبر هيتلعب في الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر، وبإذن الله تكون مشاركة جيدة، فرصة لبطولتين كبار جدا، سوبر افريقي وسوبر مصري، في فتره قصيره جدا ما بين المملكه العربيه السعوديه في الرياض وفي الامارات العربيه المتحده وتحديدا في اماره ابو ظبي. طيب، ده جانب محلي النهارده كان لازم نتكلم عليه ونشرح باستفاضه كل هذه التفاصيل. تعالوا بقى دلوقتي لجانب تاني متعلق بمباريات المتعه والاثاره والقوه. احنا بنتكلم على اليورو يا جماعه، اعظم واقوى بطوله بعد كاس العالم. وإن كانت والله بطولة اليورو في بعض المناسبات وفي بعض البطولات بتبقى أكبر كتير من مباريات كأس العالم، ولما نوصل لمرحلة إن كأس العالم يتلعب ب 48 منتخب أكيد بطولة اليورو هي هتكون الأهم والأفضل والأقوى. إحنا النهارده على موعد مع مباراة كبيرة ما بين إسبانيا وإنجلترا. أنت بتتكلم على مدير فني للمنتخب الإسباني لويس دي لوفانتي، عمل إنجازات متميزة في هذه البطولة، كسب لغاية دلوقتي ست مباريات من أول البطولة لغاية مرحلة السيمي فاينال. في المقابل جاريس ساوثجيت مع منتخب إنجلترا المشوار كان صعب في دور المجموعات، ولكن حقق المفاجأة بالفوز على سويسرا وهولندا في دور الكوارتر فاينال وفي السيمي فاينال عشان يكون الفاينال ما بين إسبانيا وإنجلترا. إسبانيا عايزة تعمل رقم قياسي، تبقى أربع بطولات يورو، إنجلترا عايزة تحقق بطولة جديدة من بطولات اليورو. كل التفاصيل دي بالتأكيد هنتكلم فيها النهارده مع المحلل التونسي والصحفي التونسي نزيه قرشاوي المتواجد حاليا في فرنسا، وكان متابع لبطوله اليورو وحضر عده مباريات في اليورو في المانيا. كابتن نزيه، مساء الفل، ازيك؟ مساء النور كابتن محمد، طابت اوقاتك بكل خير انت والزملاء الكرام، ودام بهاء النادي الاهلي ومبروك الفوز على بيراميدز. الله يخليك والله يبارك فيك. طبعا انا عايز اتكلم معاك، وكنا التقينا معاك من حوالي اسبوع كده وسالناك على مباريات اليورو، وكانت مداخله موفقه فيها كم معلومات وتحليل فني رائع جدا. ولكن بعد مباريات دور ال 16 والمباريات اللي اتلعبت
وكان فيها مفاجآت وفيها منتخبات تأهلت لدور الثمانية، هل كنت تتوقع ان دور ال16 ودور الثمانية يكون فيه مفاجآت وتكون فيه مباريات قوية ومثيرة بهذا الشكل؟ هو المؤكد جدا يعني كابتن محمد انه المنتخبات الكبيره على الاقل لما نشاهد الربع النهائي او يعني نشاهد ربع نهائي ونصف نهائي خاصه المربع الذهبي كانت منتخبات كبيره وكبيره جدا، يعني تواجد لمنتخبات مثل انجلترا ومثل فرنسا وكذلك اسبانيا وانجلترا هذا رباعي يعتبر رباعي تقليدي في كره القدم الاوروبيه، وبالتالي الى حدود نصف النهائي ما كانش فيه يعني مفاجآت كبيرة، ولكن القوة والندية كانت حاضرة وهذا شاهدناه يعني تقريبا في أغلب المباريات اللي وصلت سواء كان لركلات الترجيح أو للحصص الإضافية، يعني كانت مباريات قوية وقوية جدا. الملاحظة الأبرز تقريبا في الأدوار الإقصائية هو أنه الجميع كان ينتظر عودة فرنسا وتحسن أدائها في الأدوار المتقدمة، ولكن هذا لم يحدث للأسف الشديد بالنسبة لجماهير فرنسا على عكس جماهير انجلترا، وكنا حتى توقعنا هذا يعني كابتن محمد معاك الاسبوع قبل الماضي انه المنتخب الانجليزي يتقدم وتحسن بشكل جيد مع تقدم البطوله، وهذا ما حدث مع جاريث ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا، رغم ان الانتقادات كانت كبيره جدا في البدايه، كانت مطالبه باقالته وبابعاده على المنتخب الانجليزي لانه قام ببعض التغييرات استجاب لدعوات الجماهير، وهذه قوة المدرب جاريث ساوثجيت الذي خاض نصف نهائي في كأس العالم في روسيا ثم خاض النهائي في النسخة الماضية في اليورو، والآن يعود ليخوض مرة أخرى نهائي كأس أوروبا. المنتخب الإنجليزي مع جاريث ساوثجيت الواقعية في المقابل المنتخب الإسباني مع ديلا فوينتي اللعب الجميل وتقديم الكرة الهجومية، والدليل أنه أقوى منتخب من ناحية الهجومية لحد الآن منتخب إسبانيا، يمتلك أفضل الأظهرة وأفضل الأجنحة وأيضا وسط ميدان متميز جدا ومتكامل رغم الغيابات. شفنا كيف أنه منتخب إسبانيا رغم غياب كارفاخال ورغم غياب بيدري إلا أنه قدم مباراة كبيرة وكبيرة جدا من فرنسا بقيادة طبعا اللاعب الصاعد لامين يامال. لامين يامال يعتبر هو أصغر لاعب في بطولة اليورو، نقدر نقول هو كسر الأرقام القياسية في مسألة اللاعبين صغار السن، لأن مثلا لما هنتكلم قبل كده على بيليه لما لعب مع البرازيل ضد فرنسا في 58 وقتها كان عنده 17 سنة، لكن أنت بتتكلم على لامين يامال أصغر بكتير 16 سنة ولسه هيتم ال 17 بعد حوالي 10 أيام، فأعتقد رقم قياسي لنجم منتخب إسبانيا واللي كان عليه منافسة كبيرة جدا المغرب كانت عايزة تستفيد منه في الفترة اللي جاية زي ما عملت مع إبراهيم دياز. صحيح، يعني المنتخب المغربي كان يستفيد كان يريد الاستفادة من اللاعب لامين يامال، هو فقط كابتن التدقيق البارح كان احتفل بعيد ميلاده رقم 17 بالنسبة لامين يامال، ولكن وش ترك يعني كل المعلومات اللي قدمتها كابتن محمد في خصوص أنه فعلا هو أصغر لاعب يسجل في بطولة كبرى، أصغر لاعب يشارك في بطولة دولية كبرى، يعني لاعب حتى من كثير من الأرقام القياسية حتى قبل الوصول لليورو مع نادي برشلونة، لاعب متميز جدا، جوهرة ثمينة يعني لا تقدر بثمن، يعني سعره تقريبا يصل إلى 200 و250 مليون يورو، وبرشلونة أكيد سيرفض بيع هذا اللاعب رغم العروض المتوفرة أو بعض الاهتمام خلينا نقول المتوفر من عدد أندية وخاصة باريس سان جيرمان رغم النفي. منتخب إسبانيا كابتن محمد هذه المرة صنع توليفة جيدة جدا بعكس كأس العالم، يعني كأس العالم ذهب إلى المونديال بلاعبين متقدمين شوية في العمر، يعني خاصة في مراكز حساسة وخاصة مركز وسط الميدان، شاهدنا كيف أنه لاعب مثل بوسكيتش يلعب مباراة كاملة تقريبا من المنتخب المغربي وأسماء كبيرة يعني متقدمة في العمر. هذه المرة المنتخب الإسباني على العكس تماما يلعب بتوليفة يعني لاعبين نضجين مثل كارفاخال، يعني أسماء مهمة في التشكيلة مثل موراتا، ولكن أيضا أسماء شابة نيكو ويليامز، لاعب مثل لامين يامال، لاعب مثل داني أولمو، أسماء مثل هذه قدمت إضافة كبيرة إلى منتخب إسبانيا كابتن محمد، وبالفعل يعني يستحق لحد الآن المنتخب الإسباني وصوله إلى هذا الدور بعد 12 سنة من الانتظار كابتن محمد في الكرة الأوروبية. إسبانيا نذكر بأنه بعد جيلها الذهبي 2008 2010 و2012 عندما توجت مرتين باليورو ومرة بالمونديال غابت وابتعدت عن الساحة، ولكن أعتقد بأنه عودة ريال مدريد وعودة الكرة الإسبانية نوعا ما إلى الواجهة مع تحسن الأتليتيكو وتحسن إشبيلية وحضوره دائم أيضا في المسابقات الأوروبية رفع من مستوى المنتخب الإسباني، ومع مدرب خبير
والتأكيد أيضا كابتن محمد معلوم على هذا المدرب، وهنا نؤكد يعني حتى على منتخباتنا العربية كيفية اختيار المدرب. يعني المدرب مثل دي لافونتي ليس من وليد اليوم، يعني في منتخب إسبانيا دي لافونتي بدأ مع هذا الجيل مع سن تحت 19 ثم تحت 21 ثم المنتخب الرديف ثم المنتخب الأول، يعني استمرارية كبيرة لدي لافونتي رغم أنه اسم مش كبير على مستوى التدريب في إسبانيا، لم يدرب الريال، لم يدرب البارسا، لم يدرب أتليتيكو، ولكنه وصل بمنتخب إسبانيا إلى مستوى نضج كبير وكبير جدا، إلى فاعلية على المستوى الهجومي وأيضا التزام على المستوى التكتيكي وعلى المستوى طيب. الدفاعي. نزيه يمكن بلغة الأرقام، أسبانيا أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع، كسبت اليورو 3 مرات، إنجلترا السنة دي لأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع، ما كسبتش اليورو قبل كده، وصلت فاينل فعلا آخر نسخة. هل بلغة الأرقام والحضور الجماهيري اللي هيكون موجود سواء للأسبان أو للإنجليز، كفة مين هتكون أرجح عن مين؟ والله شوف، هو الأرقام خاصة في النهائيات كابتن محمد، وأنت أدرى مني أكيد بمثل هذه الأمور، في النهائيات كل شيء يختلف، يعني كل مباراة لها تبعاتها، خاصة لما يتعلق الأمر بمباراة نهائي في هذا الحجم، يعني في هذه في مناسبة كبيرة وفي منافسة كبيرة جدا مثل كأس أمم أوروبا. الأرقام والمشوار يقول أنه إسبانيا، ولكن منتخب إنجلترا أكيد يعني منتخب قوي لم أدر له الحظ، ظهر كثيرا يعني في مناسبات طويلة، ومنذ 1966 لم يتوج لا باليورو ولا بالمونديال، ولم يحضر في مناسبات كبيرة في أدوار متقدمة، ولكن أعتقد بأن إنجلترا، وأنا ما زلت حقيقة شخصيا أراهن بأن المنتخب الإنجليزي هو الأقرب للتتويج باللقب. المباراة النهائية هو ربما المفيد بالنسبة لمنتخب إنجلترا، أنه على طيلة مشوار البطولة المدرب ساوثجيت راجع نفسه كثيرا، وأيضا يعتمد على خيارات كبيرة سواء على بنك البدلاء ولا التشكيل الأساسي، غير كثيرا، منح الفرصة لهذا ومنح الفرصة لذاك، يعني دقائق اللعب كانت موزعة بشكل جيد على جميع اللاعبين تقريبا. وعلى عكس المنتخب الإسباني، رغم أنه منتخب قوي وهذا لا شك فيه ولا اختلاف، لأنه تقريبا التشكيلة بقيت هي نفسها، يعني اللاعبين تقريبا أعتقد أن وصلوا إلى إرهاق نوعا ما، على عكس منتخب إنجلترا شاهدنا يلعب بكل أريحية. صحيح يفوز مشوار أسبانيا نزيه أسبانيا كسبت إيطاليا، كسبت ألمانيا، كسبت فرنسا، لعبت كرواتيا وكسبتها 3، لا منتخبات قوية. مشوار أسبانيا أصعب كتير جدا من منتخب إنجلترا، واجه فيه صربيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، سويسرا، لا فارق كبير جدا ما بين مشوار كل منتخب عن الآخر. أكيد المشوار كما قلت، وشوف على مستوى الأحقية والاستحقاق، وأنا متحدث عن جدارة، فبكل تأكيد إسبانيا تستحق عن جدارة اللقب، يعني وهي الأحق حتى من إنجلترا. إنجلترا كانت دائما يعني على مقربة الخروج، تفوز في الدقيقة 91 ويعدل بيلينغهام بهدف بطريقة يعني غير منتظرة في الدقائق 93 و94، ولكن المنتخب الإسباني صحيح على مستوى طيلة مشواره في البطولة هو الذي يستحق، لكن كما قلت في المباراة النهائية أعتقد بأنه كل شيء يختلف، يعني مع صحوة هاري كين نشاهده في الصورة، مع صحوة اللاعب ساكا لاعب نادي أرسنال في الأيام الأخيرة وفي الأدوار الأخيرة، ونفس الشيء بيلينغهام يتحصل بعد مباراة أخرى، يعني المنتخب الإنجليزي أيضا يتوفر على خيارات كبيرة. المنتخب الإنجليزي أعتقد بأنها مباراة ستلعب بين منتخب بدنيا قوي جدا ومنتخب فنيا قوي جدا، من سيتغلب على الاخر؟ هل انه القوة البدنية او انه الامور الفنية؟ هذا ما سنشاهده اليوم في برلين. جزئية كده بسيطة اخذ فيها رأيك سريعا، لو كانت المانيا كسبت اسبانيا وتأهلت للفاينل لمواجهة انجلترا والمانيا هي المستضيفة للبطولة، كان رونق الفاينل هيبقى مختلف ولا لا؟ والحاجة الثانية، فرنسا المتألقة في المونديال وفي كأس العالم وكانت مرشح اول للبطولة، غريبة ان هي خرجت وما تأهلتش للفاينل. فقط المنتخب اللي كنت قلت انه غريب انه ما ترشحش للفاينل كابتن، فرنسا. منتخب فرنسا، خلينا نبدا بالسؤال الثاني. هو منتخب فرنسا فعلا، يعني حتى انا شخصيا كنت اتوقع وكنت اتحدث حتى مع فرنسيين لهنا في مباراه منتخب اسبانيا، كان الكل يتوقع بانه سيتحسن المستوى شيئا فشيئا، ومباراه اسبانيا ستكون الانطلاقه، ولكن فرنسا أعتقد بأنها عانت خاصة من كثرة المواهب الشابة ومن قلة الخبرة في منتخب بلادها، رغم وجود غريزمان
ورغم وجود كيليان مبابي، كيليان مبابي ظهر بشكل سيء وغريزمان ظهر ايضا بشكل متواضع جدا، فغاب المنتخب الفرنسي طيلة المباريات رغم وصوله لنصف النهائي. حتى الاسماء تالق فقط معظمها شابه تفتقد للخبره، حتى محور دفاع كامل شاب، ظهير ايسر وايمن ما عندهمش الخبره الكبيره، ممكن لوكاس رونديز افضل، لكن كوندي يشارك في اول بطوله كبرى، وسط ميدان تشاوميني وكلهم تقريبا. كانتي ظهر في الدور الاول بشكل جيد ولكن ظهر عليه تعب في الادوار المتقدمه، فعادي جدا انه فرنسا تخرج هذه المره، لكن اعتقد بان المنتخب الفرنسي سيعود مره اخرى للواجهه في اقرب وقت ممكن، لانه فرنسا فعلا بلد المواهب ومنبع المواهب. فيما يخص امكانيه وصول المانيا، هو لو تتذكر كابتن محمد انا قلت في الاسبوع الماضي قبل الماضي قلت انه ارشح شخصيا اما المانيا او انجلترا. المانيا خرجت في اخر لحظه من اسبانيا وبالتالي تاهلت، عبرت اسبانيا لالمانيا واكملت مشوارها في البطوله حتى وصول الى النهائي. المنتخب الالماني في الحقيقه منتخب قوي وقوي جدا، ولكن منتخب قوي ظرفيا، يعني على مستوى كانه هذا المنتخب صنع لهذه البطوله بعوده كروس، بتوهج بعض العناصر، باعادتهم تكوينهم في اخر لحظه خاصه مع لوريساني مع روديغير، ولكن هذا المنتخب يحتاج الى الصبر مره اخرى بالنسبه للمنتخب الالماني عكس المنتخب الاسباني وعلى عكس المنتخب الانجليزي وحتى الفرنسي. كابتن محمد اختم معك بسؤال عن التوقعات النهارده، نهائي كوبا امريكا الارجنتين ام كولومبيا؟ والله اعتقد شخصيا انه المنتخب الارجنتيني سيتوج باللقب، يعني منتخب قوي، منتخب بقياده ليونيل ميسي، بقياده المدرب ليونال سكالوني، مدرب يعني خبير اصبح بالنهائيات، تقريبا فاز بكل النهائيات الممكنه في اخر السنوات، ولكن الحذر ايضا من منتخب كولومبي يدربها ارجنتيني ايضا، ومنتخب كولومبي بقياده خاميس رودريغيز الذي يعتبر افضل لاعب في البطوله. خميس يريد التتويج باللقب، فالديراما ايضا نجم منتخب كولومبيا توقع ان النتيجه تكون 2-1 لمنتخب كولومبيا، ولكن اعتقد بانه الارجنتين الاقرب للتتويج بهذه البطوله. كابتن محمد الزميل العزيز نزيه قرشاوي المحلل والصحفي التونسي، شكرا جزيلا ليك، كانت يعني تحليل رائع جدا واطلاله متميزه جدا على بطوله اليورو، وكلام مهم جدا على المنافسه اليوم ما بين اسبانيا وانجلترا، وايضا نهائي كوبا امريكا ما بين الارجنتين وكولومبيا. طيب دي كانت اطلاله مهمه جدا على بطوله اليورو، النهارده بنتكلم في الشان المحلي والافريقي والعربي وايضا الشان الاوروبي، وروحنا كمان لكوبا امريكا. نرجع من تاني للنادي الاهلي، والنهارده كانت في تصريحات مهمه جدا لعلي معلول النجم التونسي، عمل مداخله في اذاعه ديوان التونسيه مع زميلي العزيز الاستاذ كريم مكاني، ويمكن بالامس كنت متواجد معاهم وبسمع بالتاكيد المداخله، ويمكن علي معلول قال كلام جميل جدا ويمكن عمل رد فعل ايجابي جدا وصدى كبير في المواقع الرياضيه هنا في مصر وفي السوشيال ميديا. يمكن علي معلول قال كده في تصريحات سريعه لاذاعه الديوان التونسيه، قال الامور تسير بشكل طبيعي، هناك تحسن الى حد كبير في التعافي من الاصابه، لا يوجد وقت محدد من اجل العوده للمشاركه في التدريبات، ولكن هناك تحسن في الحالة الصحية. ده أولا عشان نطمئن على علي معلول، تصريحات كانت امبارح بصوته في الإذاعة التونسية. شكر علي معلول الجميع داخل النادي الأهلي، قال كلهم كانوا واقفين بجواري في اللحظات الأخيرة وقت الإصابة في تونس مع مباراة الترجي، قال إن النادي قرر إن العلاج يكون عن طريق النادي، توفير كافة الإمكانيات من أجل السفر للخارج، ولكن أنا كان عندي ثقة في الجهاز الطبي المتواجد هنا في القاهرة وأجريت العملية الجراحية هنا. قال النادي موفر لكل الظروف المواتيه من اجل العوده للمشاركه في التدريبات والمباريات الفتره اللي جايه. اتسال السؤال اللي مصر كلها بتساله بقالها سنه، هتجدد عقدك ولا الوضع ايه؟ قال بالنسبه لتجديد العقد تركيزي حاليا في كيفيه انهاء برنامج التاهيل والعوده بقوه الى الملعب، لسه ما حسمتش ملف التجديد، الاهم باذن الله العوده من جديد، وجمهور الاهلي اكيد سبب ان اكمل في النادي الاهلي من الحب اللي انا شايفه والاحترام والتقدير، بشكرهم بالتاكيد على وقوفهم بجواري بعد الاصابه. دي تصريحات مهمه جدا من علي معلول. طيب تعالوا بقى نشوف اخر اخبار الترند واللي اتكتب في السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. البدايه من في ترند الاهلي في حساب اليوم السابع بيتكلموا على ان كولر يدرس اعاده أفشة لتشكيل الاهلي امام مودرن سبورت بعد قضيه بيراميدز. يمكن الناس شايفه ان ممكن هناك فرصه ان مارسيل كولر لما يعمل روتيشن في التشكيله الاساسيه في مباراه مودرن سبورت مع الهدف القاضيه اللي سجله أفشة في الدقيقه 85 في مرمى بيراميدز، يبقى بالتالي ممكن يكون متواجد
في التشكيله الاساسيه. قلت لحضراتكم موقف حسين لسه هنشوفه، هل ممكن يبقى في روتيشن ولاعيبه تريح ولاعيبه تلعب عشان ماتش بيراميدز اللي جاي؟ ده هنشوفه بالتاكيد بعد تدريب بكره، ولكن دي اول حاجه معانا من حساب اليوم السابع في ترند الاهلي. الوطن الرياضي بيقول ان في مدافع مفاجاه يقترب من الاهلي بسبب كاس العالم. خبر فيما معناه بيقولوا ان نادي زد بيملك لعيب اسمه محمد اسماعيل، ده مدافع متميز في خط الدفاع، قد يكون احدث الوجوه المنضمه لصفوف النادي الاهلي لتدعيم خط الدفاع الفتره اللي جايه. على عهدة الوطن بيقولوا ان في مفاوضات جديه في ظل ان كولر طالب ان في اتنين لعيبه ينضموا للنادي الاهلي في الموسم الجديد لتدعيم خط الدفاع. عموما هننتظر، ولسه الانتقالات والموسم في كلام تاني، ولكن مش دلوقتي، بعد نص شهر 8. طيب كرة بلس النهارده نقل خبر منشور في صحيفه بيليك السويسريه. الصحيفه السويسريه قالت ان مارسيل كولر طالب الاهلي بضم جوناثان اوكيتا لاعب اف سي سيوريخ، هو احد انديه القمه في الدوري السويسري. اداره النادي السويسري ترى انه في حاله وصول عرض جيد سيغادر في الوقت المناسب. يعني عموما برضه هننتظر ونشوف صحه هذا الموضوع، ولكن زي ما قلت لحضراتكم ملف الصفقات والانتقالات مفتوح على مصراعيه، ولكن توقيت الحسم، سرعه الاتفاق، توقيت الاعلان، ده مش هيبقى دلوقتي، مش قبل حوالي شهر او شهر ونص. طب نكمل مع بعض في ترند الاهلي ونشوف كره بلس النهارده راح لفكره الكره النسائيه في النادي الاهلي. هل هناك اخبار جديده بشان قطاع الكره النسائيه؟ اكيد ده هيكون في الساعات اللي جايه، ولكن النهارده كره بلس انفرد بخبر نقلا عن مصدر في النادي الاهلي ان النادي الاهلي استقر على تعيين الفرنسي ديمتري ليبوف مديرا فنيا لفريق الكره النسائيه في النادي الاهلي، والمدرب يصل خلال ساعات تمهيدا للاعلان الرسمي. ومعلوماتي ان خلال ساعات بالفعل النادي الاهلي هيعلن عن كافه التفاصيل. طيب طرحنا سؤال في بدايه الحلقه، وقت الحلقه بيجري معاكم بسرعه، ولكن النهارده احنا طرحنا سؤال على فاينل اليورو، مين يكسب البطوله النهارده، اسبانيا ام انجلترا؟ محمد خليفه بيقول اسبانيا طبعا، كده التوقع الاول اسبانيا. هبه بتقول مساء الخير اسبانيا ان شاء الله، اتوقع كده، كده اتنين توقع مع اسبانيا. حسن بيقول مساء الخير اتوقع فوز اسبانيا، لغايه دلوقتي اسبانيا مكتسحه التوقعات. عبد الله رضوان مساء الخير، اسبانيا بتلعب كوره غير، بصراحة أنا شايف أسبانيا لأنها لعبت مع منتخبات قوية جدا زي إيطاليا فرنسا ألمانيا، لذلك هي الأحق. كده كل التعليقات أسبانيا يا جماعة. هاني كمان بيقول أتوقع تتويج أسبانيا باللقب، قدمت مستويات جيدة وتستحق اللقب بقدارة. آخر تعليق خميس بيقول أسبانيا هي الأقرب، مثل الأهلي الأقرب لحصد بطولة الدوري. يعني التوقعات كلها 5 من 5، 100% الناس كلها متوقعة أسبانيا تفوز باللقب. عموما دي التوقعات، ولكن في الملعب والكورة والملعب حاجة تانية خالص. النهاردة بالليل هنعرف الساعة 10 مين الفريق اللي هيكون أوفر حظا للفوز ببطولة اليورو. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، حلقة كانت مليئة بالأخبار والكواليس والانفرادات، السوبر الإفريقي، الملعب، تسهيلات الجماهير، السوبر المصري في الإمارات. الحمد لله وفقنا النهاردة في تقديم مادة خبرية جديدة لكل السادة المشاهدين. غدا بإذن الله لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.